فإن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي أن أتكلم. وسعوا إني أخاف الله رب العالمين. صدق الله العظيم. انطلاقا من مبدأ الحرص على سرية الدولة السورية ونجاحها وتأكيدا على معارضتنا الشديدة فكرة دخول الجيش أو الأمن إلى مدينتنا بالنس تحت ذريعة ووجود عصابات مسلحة وإيذاء وتفريق الممتلكات العامة، حيث أننا أكدنا ونؤكد أن ثورتنا المباركة سلمية وستبقى سلمية حتى تقوم النظام البعثي ويحصل الشعب السوري على الحرية وتعود كرامته وحقوقه التي اقتصرها النظام البعثي الفاسد. ومتفقون على عدم حرق او تحريض اي من الممتلكات العامة، وان كل شخص يقدم تحت اي دافع على اي فعل تخريبي سوف نقوم بردعه ومحاسبته مهما كانت الدوافع، لانه اصبح من المعروف للجميع ان اي عمل تخريبي سوف يكون ذريعة لدخول قوات الامن والجيش، علما انه تم تشكيل لجنة شعبية بهذا الخصوص لحماية المنشآت والممتلكات العامة، علما ان الممتلكات العامة هي ملك للشعب ولا يجوز لاي شخص العبث بها. ولغاية الان وبعد مضي اكثر من 3 اشهر لم يتم في مدينة بنش اي تعرض للممتلكات العامة واطلاقا، ونجدد حرصنا على تأكيدنا على ان هذه الممتلكات هي ملك لابناء الشعب السوري، سوريا فوق الجميع، سوريا للجميع، المجد للشهداء، المجد للشعب، النصر للثوره، عاش الله.